فأعطيك أمثلة. الآن لما تصدى أبو بكر للخلافة، وإن كان إحنا عندنا ملاحظات على هذا التصدي، وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما التقى بأبي بكر قال له: كيف حكمت وكيف تصديت للقيادة؟ قال له: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. لطيف. وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. شوف كلام الإمام جدا حوار منطقي واستدلال عقلي، وما بي لا سب ولا شتم ولا تجريح ولا أهانة ولا إيش من هالقبيل. طلعوا شلون؟ أنا مستغرب من بعض الأشخاص المحسوبين على الخط العلماء من أهل الخلاف يسألونه واحد هذا عثمان الخميس، يسألونه: هل يجوز الذهاب إلى مسجد الشيعة؟ قال: ما يجوز الذهاب إلى مسجد الشيعة. لماذا؟ يقول: لأن هؤلاء يسبون الصحابة ويشتمون الصحابة ويعبدون وينادون غير الله. هذه من الأمور اللي قاعد يثيرها هو. شوف ده الشحن من قبل هؤلاء، ده مؤثر. شوف أنا الآن الشيخ العرادي وعلى المنبر وهي حسينية، شوف شلون قاعد أناقش القضية. قاعد أقول أبو بكر تصدى للخلافة، سبيتني شتمتني؟ لا، قاعد نتكلم عن تاريخ وموجود في كتب أهل السنة وأهل الشيعة، وأقول إن الإمام علي ذهب إليه قال لي: أنت شلون تصديت للخلافة؟ نقاش علمي، شوف حوار علمي. قال لي: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. واحدة واحدة خلنا نناقش. أنت قعدت في السقيفة 5 أشخاص، 4 بايعوك، هل هاي 4 لما بايعوك انت بأربعة يبايعونك يعني تنعقد الإمامة وتصير إمام على 200,000 شخص؟ هذا ممكن يدخل العقل؟ فإن كنت بالشورى، إذا عن طريق شورى أنت ملكتنا وحكمتنا، زين إحنا بعد مسلمين، أنا الإمام علي وسلمان والمقداد عدل ومعدل وأبو ذر الغفاري، وذولا عندنا ناس كلهم صحابة، لازم ذولا كلهم أنت تخليهم من ضمن الشورى وتستشيرهم. أنت ترشح نفسك والإمام علي يرشح نفسه وزيد يرشح نفسه، والآراء الناس تصير انتخابات حرة عدل ومعدل، ولا يختارونه ويصير قائد وفي أمان الله مع السلامة، مثل أمريكا الحين الناس 2-3 يرشحون أنفسهم والناس تنتخب. أنت ما سويت. فإن كنت بالشورى، شوف الاحتجاج حليو، فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، ما موجودين. شوف استدلال حلو، واضح؟ لا سبي ولا شتم ولا تجريح، كلام منطقي. وفعلا ترى اقتنع أبو بكر، أبو بكر اقتنع بكلام علي سلام الله عليه. شوف يعني الجماعة لما يقعدون يا بعض والمنطق والعقل يأتي في الوساط، ومثل ما يقول الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه: نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. واضح لو واضح؟ أنت أيهو أقوى برهانا أنا أتبعه. والآية القرآنية تقول: وبشر عبادي، ها بشرهم شنو؟ بالجنة، بالحياة الطيبة، بخير الدنيا والآخرة. يا عباد، وبشر عبادي شنو؟ يا عباد الذين يستمعون القول شنو؟ فيتبعون أحسنه. النتيجة شنو؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يعني إذا الله يبي، إذا احنا نريد من الله يهدينا للصراط المستقيم ويثبتنا على الصراط المستقيم، لازم شو نسوي؟ لازم نستمع القول ونتبع الأحسن، صحيح أو مو صحيح؟ شوف الدبر والآية: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النتيجة شنو؟ أولئك الذين هداهم الله. وانت تبي من الله الهداية ولا؟ أولئك الذين هداهم الله يعني شنو؟ لدينه، لطريق الجنة، وأولئك هم أولي الألباب. يعني العقلاء يفعلون هكذا،
يستمعون إلى مالك وأبي حنيفة والشافعي والإمام الصادق، يستمعون له في قضية الإرث. شو يقول في الإرث؟ واضح له لا؟ الإمام الصادق يقول هالشكل، مالك يقول هالشكل، أبو حنيفة يقول هالشكل، الشافعي يقول هالشكل. أنت عاد تدرس الأقوال، أي الأقوال أوفق للقرآن والعقل والفطرة وتأخذ به، صحيح لا مو صحيح؟ هذا أكثر، هذا ماكو حوار. يعني المفروض يصير بيننا حوار علمي في القضايا العقائدية، في القضايا الفقهية، وعلى ضوء الحوار الإنسان يهتدي للحجة والبرهان ويختار، صحيح لا مو صحيح؟ أكثر من هذا ماكو. أحب في قضية الإرث مثلا، عندهم هم أهل الخلاف والمذاهب الإسلامية الأخرى، عندهم شو اسمه القول بالتعصيب. إذا الأب مات وخلف بنت واحدة، يقولون البنت هذه ما تأخذ الإرث كله، التركة ما تأتيها كلها، يعني يعطونها نص الإرث والنص الآخر لأولاد العم. عندهم القول بالتعصيب، القول بالعصبة، يعني الأقارب من الأب، فالبنت تأخذ نص الإرث والنص الآخر يأخذونه أبناء العم. هذا رأي المذاهب الإسلامية، صحيح ولا لا؟ بينما رأي الشيعة لا، إن الإرث كله تأخذ البنت، نص بالفرض والنص الآخر بالرد على قولتهم. والآية تقول وأولي الأرحام أولى بعضهم ببعض في كتاب الله، صحيح ولا لا؟ هي مو أولي الرحم، مو رحم هي للأب، هي أولى من غيرها. هذا قول الإمام الصادق سلام الله عليه. خوب أنت الحين تعال ادرس الأقوال، شوف قول الإمام الصادق وشوف قول مالك وشوف قول أبو حنيفة، يا هو الأوفق للقرآن. هذا قول الإمام الصادق في نظر البعض العقلاء إنه أوفق للقرآن، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا أولى من أبناء العم، هذا الرحم أقرب. على ضوء هذا الرأي الفقهي كثير من أبناء السنة تشيعوا، صاروا شيعة، صاروا شيعة. زين، هو السنة شنو؟ السنة من تكون السنة؟ يعني هم لما صاروا شيعة مو سنة لهم، سنة لأنهم اتبعوا سنة النبي التي يرويها الإمام الصادق سلام الله عليه، واضح لو لا؟ يعني هذا الحكم الإمام الصادق ما طلع من جيبه، طلع من القرآن والسنة، صحيح لا مو صحيح؟ فهم شيعة لأنه شنو؟ حسبوا في المتعارف، يعني أخذوا برأي الإمام الصادق. أنت سميتهم شيعة، عدل لهم عدل ولا هم أخذوا بالسنة، واضح لو لا؟ بعدين عندنا في الحديث يعني كلمة هاي السنة والجماعة وين جت؟ جت في ذا الحديث في تفسير هاي الآية، والزمخشري يروي هالرواية. الزمخشري مصدر بعد سني. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، عدل؟ يعني محبة النبي وآل النبي. الزين هو يقول روي عن الرسول صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد مات شهيدا، مات مغفورا له، إلى أن يقول من مات على حب محمد وآل محمد مات على السنة والجماعة. فهذول اللي على السنة والجماعة هم اللي يحبون محمد وآل محمد، صحيح ولا مو صحيح؟ وحب محمد وآل محمد مو قضية عاطفية مجردة عن الاتباع، لا، الحب لازم يقود للاتباع ولا ما صار حب. ولهذا شو تقول الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شنو؟ يحببكم الله. فعلامة الحب شنو؟ الاتباع، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا أنت تحب محمد وآل محمد كنت تتبعهم. والكلام محمد وآل محمد ما يجيب شي من جيبه، إن هو إلا وحي يوحى. يعني حتى الإمام الصادق لما يروي رواية يرويها عن منه؟ عن أبيه الإمام الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن الرسول، عن جبريل، عن الله. خوش سند هذا، ما في أي لون من الخدش. فالكلام حوار يصير وانت تتبع الأفضل.
فقضية هاي يسميني أنا كافر أو مشرك على أساس؟ أنت ويش رأيت مني حتى تسميني كافر؟ هداني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهداني أتجه للقبلة وأصلي وأصوم، صحيح لا مو صحيح؟ فالواحد يكون يحاور يتبع الأفضل. الإمام علي مع أبو بكر حاور، قال له فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيروا. زين جينا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. أنا أقرب من النبي، إذا أنت تقول بالقربى يعني بنتك زوجها النبي، أنا بنت النبي عندي فاطمة، والنبي هم ولد عمي، وأنا آخى بيني وبينه، النبي آخى بيني وبينه، فأنا أقرب. بعدين قام يناقشه، قال له أنشدك بالله، هل هاي الآية نزلت فيك أم في أنا؟ قال شنو الآية؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. جاب له عدة آيات اللي نزلت في علي وأهل بيته. عندنا في التفاسير إن 300 آية نزلت في علي. فيقول له أنشدك بالله، أنشدك بالله، نقاش علمي ترى. قال له لا، بل فيكم نزلت، فيكم نزلت. فصار عند أبي بكر قرار، قال خلاص أنا أقيل، أقيلوني، ما أريد خلافة. قال أقيلوني، أقيلوني، فلست بخيركم وعلي فيكم. واضح؟ هذا إقرار من، ولهذا الإمام علي يستغرب منه في خطبة الشقشقية لما يقول تقمصها ابن أبي قحافة، وأنه لا يعلم أن محل منها محل القطب الرحى، إلى أن يقول شو اسمه، إلى أن مضى الأول إلى سبيله وهو إلى أن مضى الأول إلى سبيله فعقدها لآخر فصيرها في حوزة خشناء، يعني يقصد عمر. يقول نفسه، يقول وهو إلى مضى الأول إلى سبيله وهو يستقيلها في حياته، يعني هو الخلافة كان شنو يطلب أن يقيلونه من، يقيلونه من الخلافة وهو خلاها لواحد آخر. واضح لو لا؟ يستغرب الإمام سلام الله عليه، مو أنت ما تريد الخلافة؟ فهو شنو قال؟ دقق في العبارة، قال أقيلوني، أقيلوني، فلست بخيركم وعلي فيكم. هاي كلام يدل على شنو؟ يدل على أن علي أفضل من عنده. واضح لو لا؟ صلى على محمد وآل محمد. يقول أقيلوني، أقيلوني، فلست بخيركم وعلي فيكم. فهو قاعد يقر إن الإمام علي أفضل من عنده بهالكلمة. فإذا كان علي أفضل من عنده يعني علي هو الأولى بالخلافة من، صحيح لمو صحيح؟ زين هذا واحد. يعني الآن هو أبو بكر في ذي الكلمة إما صادقا وإما كاذبا. إذا قلنا صادق في هالكلمة إنه أقيلوني، أقيلوني، فلست بخيركم وعلي فيكم، إذا هو صادق في الكلمة دي علي أفضل من عنده، علي أفضل من عنده، فعلي هو المقدم. وإذا كان كاذب في هذه الكلمة، الكاذب ما يسلم له ولاية وخلافة، لأنه يشترط في تسليم الولاية والخلافة العدالة. إذا واحد غير عادل يسلمونه ولاية وخلافة؟ فإذا كان هو كاذب في هالكلمة شنو؟ لا يسلم له ولاية. فهو صادقا أو كاذبا علي أحسن من عنده، صلى على محمد. واضح؟ هذا نقاش علمي، هذا نقاش علمي، لا سب لا شتم لا لعن لا هم يحزنون. جماعة من الصحابة قاموا يناقشون، خلص إن ثبت لي أن علي هو الأولى بالخلافة فيها مالا مع السلامة، فأنا يجب علي اتباع علي، خلصنا. وهو أبو بكر لجأ إلى علي في كثير من المسائل العلمية والقضائية، عمر لجأ إلى علي في كثير من القضايا العلمية والخلافية. 70 مورد عمر يقول لولا علي لهلك عمر في 70 مورد. زين هاش معناته؟ معناته أن علي صار مرجع تقليد وعمر هو يقلد الإمام علي، عدل مو عدل؟ وهو التقليد إيش معناته؟ رجوع الجاهل إلى العالم، هذا التقليد.
أبو بكر أو عمر في كثير من القضايا يجهلون الحكم الشرعي، يجهلون الحكم القضائي لأن ما عندهم ذلك العلم التفصيلي بالشريعة. ولهذا أكو إجماع عند أهل السنة وأهل الخلاف على أن منه علي هو الأعلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها أو من الباب. هذا حتى السنة يرون أعلمكم علي، أقضاكم علي، هذه كلها نازلة في علي. علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، هذه كلها نازلة في علي. فحتى الفخر الرازي في تفسير البسملة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هم ما يجهرون بالبسملة، احنا نجهر بالبسملة، الشوافع حسب الظاهر يجهرون بالبسملة. الفخر الرازي كتب صفحات ما هو حكم الجهر بالبسملة، فأثبت في كتابه إن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، الجهر بالبسملة هو الصحيح في القرآن والسنة. وقال يقول: كان علي بن أبي طالب يجهر في الصلاة بالبسملة، ومن اتبع عليا في ديني، هو يقول فخر الرازي هو سني، يقول: ومن اتبع عليا في دينه فقد استمسك بالعروة الوثقى لقول الرسول صلى الله عليه وآله: اللهم أدر الحق ما علي أينما دار. هو نفسه يقول زين خلاص: ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى واستمسك بالعروة الوثقى. هو نفسه يقول. احنا نقول للفخر الرازي: انت بس في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم اخذت بقول علي، لو لازم بعد ناخذ بقول علي في كل شيء. مو انت تقول من اقتدى بعلي في دينه، زين الدين شنو هو؟ عقائد وهو اخلاق ومسائل فقهية، صحيح لو مو صحيح؟ ما سوينا شيء. فاذا انا اتبعت علي في ديني فانا استمسكت بالعروة الوثقى، هذا مو جريمة يا أخي؟ هذا أنت تجي معاوية يقتل حجر بن عدي مع 6 أشخاص من عده، يرسلهم لزياد إلى الشام وقد أعطاهم الأمان معاوية إن ما يمسهم، وفعلا يو قال لهم: تتبرون من علي لو أقتلكم. شوف، من اللي بدأ بالإرهاب؟ من اللي بدأ بالقتل؟ معاوية، صحيح مو صحيح؟ قالوا له: ما نتبرى من علي، علي مع الحق والحق مع علي. فقال: خلاص مصيركم القتل، قتلوا. في واحدة واثنين من عندهم طلب الأمان وراح لمعاوية على أساس يعطيه الأمان، قال له: تتبرى من علي؟ قال: ما أتبرى من علي، علي من الذاكرين لله والمنفقين في سبيل الله، وقام يمدح علي. قال: هذا بعد أشد من حجر. فأرسله إلى زياد وقال له: هذا عاقبة بأشد العقوبة. فأمر زياد بشخص وقال له عاقبة، تدري شنو كان عقابة؟ دفنه حيا. دفنه شنو؟ حيا. هاي شو تسمي؟ هذا مو إرهاب؟ فاللي أسس الإرهاب أولئك القوم، هذا شو واضح.